كان يتفرج عليها. صعب الكرة وخطيرة ريان جيكس والهدف جول. ريان جيكس في ستانفورد بريدج يفتح مجال التسجيل من خطا فادع على مستوى دفاع تشيلسي. ماذا فعلت يا اوبيميكال؟ يقول بيتر تشيك. من الذي اخطا؟ لم نشاهد اللقطه. بيتر تشيك امام اوبيميكال. هاي الكره مره ثانيه. انت يا تشيك، انت يا بيتر تشيك اخطات. ليس هكذا يا بيتر تشيك، ليس هكذا يا بيتر تشيك. اخطات في التمرير امام تتعبين من المان. رايان جيكس يفتح مجال التسجيل لصالح مانشستر يونايتد. يا له من كرة ويا له من هدف ويا له من خطأ. رايان جيكس لا يضيع في كرات مثل هذه على يمين الحارس بيتر تشيك. افتح مجال التسجيل. اللاعب اللي لعب 6 مباريات هذا الموسم في الدوري مع المان يونايتد هذا